بالمناسبة، هل في اختلاف ما بين موسيماني سان داونز وموسيماني؟ أنت حضرت طبعا موسيماني سان داونز وبتحضر دلوقتي موسيماني الأهلي، هل في اختلاف ما بين المدير الفني موسيماني في سان داونز والمدير الفني موسيماني في النادي الأهلي؟ أعتقد هناك فرق كبير بين الأهلي وسان داونز في على الأقل في التاريخ، تاريخ الناديين وأيضا اللعيبة اللاعبين الذين يلعبون، وهناك تنافسوا على كأس السوبر الأفريقي وبطولة الأمم الأفريقية، وهناك أيضا بعض النقاط المتعلقة بالدين ربما في الأهلي. هناك بعض المشاكل ربما في جنوب أفريقيا المتعلقة بالأمور الدينية والالتزام، ولكن في البطولات هناك بالتأكيد فرق كبير. تمام.